أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية مع الكاتب مهدي قاسم في موقع صوت العراق ومقاله الذي وضعه تحت عنوان هستيريا الدكتاتورية المطلقة للطائفة المهيمنة. يقول فيه: مع نهاية عهدي حكومة المالكي ومعهما شبه انتهاء لسلسلة التفجيرات اليومية والاحتقان الطائفي، فقد تصور البعض بأن ذلك العهد الأسود والدموي الرهيب من فتنة طاحنة الذي جثم كليل مظلم طويل بلا نهاية على قلوب العراقيين وعقد حياتهم المزرية وحولها جحيما ربما قد انتهى ولن يتكرر. يقول الكاتب: إنما كانوا مفرطين في أملهم ومستعجلين في يقينهم، فالهيمنة الطائفية من عناصر القوة للسلطة ما تزال مركزة في يدها وتؤجج عند أقطابها الطائفيين، وتؤجج لديهم كذلك رغبة أكبر وشهية أقوى في أن تتحول هذه الهيمنة إلى دكتاتورية طائفية بامتياز. يتابع الكاتب: بحيث لا تقتصر ممارساتها في التمتع بحصة الأسد من السلطة وسرقات المال العام بالمليارات، ولا حتى في عملية اغتيالات ضد أطباء ومهندسين وغيرهم في ديالة، إنما في التمادي في مصادرة دور العبادة من الجوامع كما حصل في سامراء كشكل من أشكال إغال سافر وتحد وقح في ممارسة هذه السلطة الطائفية المهيمنة على مصير البلاد والعباد. هل تنقص العتبة الفلانية أو العتبة العلانية جوامع ومساجد في الوقت الذي يوجد في كل ركن وزاوية من العراق جامع أو مسجد أم حسينية؟ لولا هذا الهوس الهستيري المفرط في استغلال السلطة والقوة وروحانية الهيمنة الطاغية للطائفيين، ففي إذكاء لنار الطائفية التي اكتوى بها العراق واستمرارا لمخطط التغيير الديمغرافي والعبث بهوية أهل السنة والتجاوز على أوقافهم، أعلنت ما تعرف بالعتبة العسكرية التابعة للوقف الشيعي الاستيلاء على جامع سامراء الكبير أحد مساجد العراق الأثرية القديمة، وغيرت العتبة العسكرية اسمه إلى مسجد صاحب الأمر، وعادت افتتاح قبته بعد تأهيلها وكسائها، واستولت على المدرسة الدينية التابعة للوقف السني. الآن إلى صحيفة الميثاق الوطني، وفيها مقال يقول في مطلعه كاتبها: الظروف التي يعيشها الإقليم العربي وجواره هي ظروف تشبه أجواء الحرب الباردة التي خيمت على العالم خلال القرن الماضي، فأزمات الإقليم وجواره ملتهبة ومحتدمة وبقيت من دون حلول ناجعة حتى جاء الربيع العربي واستحقاقاته على الأرض ليدخل المنطقة في أتون تجاذبات وضعت المنطقة برمتها تحت مرمى نيران تدخلات. ويضيف الكاتب: ما يثير الاستغراب في هذا المعمعان هو الموقف الأمريكي من تداعيات ما يجري، لا سيما انحياز حكومة الإطار إلى الموقف الإيراني الذي يتقاطع مع سيادة العراق وحتى مع الموقف الأمريكي، وبالضد من مسار التوتر الظاهر بين واشنطن وطهران، الأمر الذي أصبح الخيار الحاسم في العلاقات أو في العوامل الخارجية. في خواتيم الأحداث التي تشهدها المنطقة عكس عجز النظام الرسمي العربي في التعاطي مع تطورات الأحداث وضبط إيقاعها، ما فتح الأبواب على مصاريعها للتدخلات الخارجية. إن خلط الأوراق ومحاولة استغلال الظروف الطارئة بغياب موقف عربي موحد يستند إلى إرادة حقيقية يأخذ بنظر الاعتبار مصالح الأمة وأمنها القومية وحقوقها كاملة، هذا الاستغلال لا يساعد على حل القضايا العالقة وإنما يعقدها ويزيد من سرعة اندفاعها نحو الاستعانة بالعامل الخارجي كخيار اضطراري هو الآخر لا يحل المشكلة، غير أن حكومة الإطار ماضية في موقفها النشاز
لتعميق ارتباطها في فلك المشروع الإيراني الذي يستهدف حاضر العراق ومستقبله وإبقائه أسيرا للصراعات الدولية التي هي الأخرى تتقاطع مع أمن العراق واستقراره وسعادة شعبه. نأخذكم الآن إلى مقال آخر، حيث نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا بعنوان حرب العراق تركت المجتمعات الغربية دون تغيير للكاتب جنان غانيش. قال فيه إنه بعد 20 عاما من حرب الولايات المتحدة وحلفائها على العراق عام 2003 لم تتغير المجتمعات والسياسات الغربية أيضا، وأضاف أنه على الرغم من الخسائر الأمريكية كانت أعلى بكثير في فيتنام من حرب العراق، إلا أن حرب العراق كانت أكثر الحروب إثارة للجدل خاضتها دولة غربية في نصف القرن الماضي، ففي فيتنام لم يشارك أي مواطن أوروبي في الحرب، لكن في العراق شاركت دول أوروبية وكانت هناك مواجهات بين المواطنين الأوروبيين حول هذه الحرب، فكان هناك مؤيد وآخر معارض، مثلما كان الحال في الولايات المتحدة نفسها. إنما يجعل الذكرى العشرين للحرب على العراق أمرا غريبا للغاية في الأقل داخل العالم الغربي، فالحرب لم يكن لها تأثير في السياسة في أوروبا ولم يكن هنالك تغيير منهجي، فبعدها أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الذي شن الحرب، وكذلك أعيد انتخاب رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الذي شارك فيها. حتى الرئيس الأمريكي والحالي جو بايدن كان من المؤيدين لهذه الحرب، وجميع رؤساء وزراء بريطانيا منذ عام 2003 كانوا مؤيدين لها وطالبوا بالمشاركة فيها، ربما آخر اثنين ومنهم ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي لم يكن نائبا وقت الحرب. يتساءل الكاتب محمد سرميني في مقال نشره موقع الجزيرة نت على أي جدوى لتطبيع العلاقات العربية مع نظام الأسد؟ للسعودية تجارب أقل ما يقال عنها إنها غير مشجعة إزاء التعاون مع أو الانفتاح على الأنظمة العربية التي تستحوذ إيران جزئيا أو كليا على مفاصل الحكم فيها مثل العراق ولبنان، ويبدو أن ذلك أحد أبرز الأسباب عدم اتخاذها موقفا مماثلا في حالة سوريا، إضافة إلى غياب سياسة خليجية وعربية واحدة بقيادة المملكة تجاه تطبيع العلاقات مع النظام السوري. يمثل موقف الرياض وكذلك الدوحة عائقا أساسيا أمام مسار التطبيع العربي مع النظام منذ انطلاقه بدعم من روسيا عام 2018. بطبيعة الحال يعزز هذا الموقف سياسة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا التي لا تشجع مجتمعة على فك العزلة المفروضة على نظام الأسد منذ عام 2011. يبدو أن الدول المنخرطة في مبادرة التطبيع الثانية مع النظام السوري تأمل في أن يسهم حضورها بالمشهد السوري في أن تصبح جزءا رئيسا ومؤثرا في سياسات كل من الولايات المتحدة وروسيا، فهي يمكن أن تساعد في تنفيذ سياسة أمريكية تقوم على الاحتواء المزدوج والمتباين للنظام وإيران، وفي المقابل يمكن أن تحقق كل دولة على حدة جزءا من أهدافها الأمنية والاقتصادية بالتعاون مع روسيا، لكن هذه الأهداف والجهود ستكون غالبا بغير جدوى، فمصر التي تريد مثلا تقليص فارق القوة مع تركيا وإيران بالتعاون مع روسيا في سوريا ستصطدم بواقع ميداني ومؤسساتي فرضته السنوات السابقة منذ تأسيس منصة أستانا في عام 2017، والأردن اختبر بشكل كبير منذ عام 2018 استحالة استجابة النظام أو قبول إيران بإبعاد ميليشياتها من جنوب سوريا، وتدرك السعودية أن كل هذه الجهود لن تقود إلى سلام واستقرار أمني في سوريا، فسبق أن حاولت ذلك في العراق قبل أن تقرر الانسحاب من المشهد هناك ثم تعود إليه، ومع ذلك فما زالت تسير بسياسة حذرة للغاية. إلى موقع عربي 21 ومقال الكاتب صهيب جوهر يقول فيه:
ما بات مسلما به لدى جميع المعنيين بالأزمة الرئاسية في لبنان أن مقاربة هذا الملف انتقلت إلى مستوى جديد من التعاطي، ويأخذ هذه المرة طابعا جديا لا تراجع عنه، إلا أن الوقائع التي تدحرجت على المشهد الرئاسي في الأيام الأخيرة أوحت وكأن خلف الأكمة الرئاسية يد خفية تسعى خلف الكواليس لإنضاج الطبخة الرئاسية. ويضيف الكاتب: مع تبني الثنائي الشيعي في لبنان لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يفتتح مسار سياسي جديد في المشهد اللبناني، ولا بد من أنه سيسهم في إطالة أمد المشكلة الحاصلة حول الرئيس ومواصفاته في ظل غياب أي معطى فعلي للدخول في حوار حقيقي بين الأطراف السياسية. هذه المسارات قد تدفع باتجاه إطالة أمد الأزمة واستمرار العبث السياسي والاقتصادي والأمني في الوقت الضائع من دون الوصول إلى أي نتيجة، وذلك من خلال تقديم اقتراحات لا يمكنها أن تقود إلى حسم وإنجاز مهمة انتخاب الرئيس، فيما الواضح أن تأكيد نصر الله على مسألة نصاب الثلثين وحق الطرف الآخر بتعطيل النصاب يعني عدم الاستعداد لخوض معركة فرض فرنجية. ومن هذا المنطلق عادت المشاورات الدبلوماسية في الكواليس بين الدول الخمس التي كانت اجتمعت في باريس للبحث في الفراغ الرئاسي، وهي السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا. وكان لافتا تسريب موقف سعودي تمخض عن لقاء البخاري مع نظيرته الفرنسية حول رفض الرياض أي محاولة للالتفاف على مخرجات اجتماع السادس من شباط فبراير في باريس، وترويج فكرة المقايضة بين سليمان فرنجية ونواف سلام بسبب إخفاق هذه التجربة سابقا بين ميشيل عون وسعد الحريري ونجيب ميقاتي. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم لهذا اليوم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية مع هذا الخبر المنشور في الجزيرة نت: امشي أكثر تحافظ على قلبك، زيادة الخطوات تخفض خطر أمراض القلب. وجدت دراسة نشرها موقع الجزيرة نت أجريت على أشخاص تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر أن زيادة عدد خطوات المشي ب 500 خطوة يوميا قد تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو قصور القلب. وأظهرت النتائج أن الذين مشوا حوالي 4500 خطوة في اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 77% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع من مشوا فقط أقل من 2000 خطوة،
كما وجدت الدراسة أن كل 500 خطوة إضافية يتم مشيها يومياً كانت مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%. إلى موقع بي بي سي العربية، حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على تمثال يشبه أبا الهول وبقايا معبد قديم بمدينة قنا في جنوب مصر. وأوضح بيان وزارة الآثار المصرية أن البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس كشفت عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة والتي شيد بها معبد الإله حورس. جرى العثور فيها على القطع الأثرية بالقرب من معبد حتحور، أحد أفضل المواقع القديمة المحفوظة في مصر. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أطلقت الصين بالتزامن مع مرور عام على الحرب الروسية على أوكرانيا مبادرة شديدة تعبر عن موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، فما هي أبرز بنودها؟ نبذ الحرب الباردة. الوثيقة الصينية وبحسب المعلن تتضمن 12 بنداً لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، تنطلق من خفض التصعيد تدريجياً وصولاً إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار، إضافة إلى نبذ عقلية الحرب الباردة ومعارضة تطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية بحسب الخارجية الصينية. بين كييف وموسكو لم يتأخر طرفا نزاع بالرد على المبادرة الصينية. أعلنت كييف ترحيبها ببعض بنود الوثيقة ورفضها لبقية أجزائها لأن الصين لم تقدم خطة حقيقية باستثناء بعض الأفكار على حد وصف الرئيس الأوكراني. موسكو رحبت من جهتها إلا أنها أبدت بعض التحفظات مشترطة اعتراف كييف بالحقائق الجديدة المتعلقة بالأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها بحسب وكالة نوفوستي. تشكيك غربي. الغرب لم ترق له المبادرة الصينية. الرد الأمريكي جاء على لسان الرئيس جو بايدن في مقابلة له مع قناة ABC الإخبارية الأمريكية، لخصه بعبارة: لم أرى في هذه الخطة ما يفيد أي دولة باستثناء روسيا. ولم يختلف الحال مع الاتحاد الأوروبي الذي وصف المبادرة الصينية بأنها ليست مقترح سلام حسب وصف سفير الاتحاد لدى الصين، فيما أعرب حلف الناتو عن عدم ثقته بالصين لأنها لم تدن الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، ولأن الصين وقعت اتفاقيات شراكة لا محدودة مع روسيا بحسب أمين عام حلف الناتو. برأيكم، هل ستنجح المبادرة الصينية بنزع فتيل الحرب؟ مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما وأبدا كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.